حادث كنيسة مرمرينا في حلوان الإرهاب إلى زوال. كلنا صدمنا من متابعتنا لحادث كنيسة الشهيد مرمرينا في حلوان وحادث محل الأدوات المنزلية واستشهاد عدد من المصريين. والحقيقة إن ده حادث مؤسف للغاية ضمن أحداث الإرهاب الأسود بيحاول بيها يهز البلاد، لكن كلنا ثقة أن الإرهاب إلى زوال، وأن مصر صامدة وباقية، وأن الوحدة الوطنية المصرية لن ينال منها أحد. خالص العزاء للدولة المصرية، خالص العزاء للكنيسة المصرية، خالص العزاء لكل الشعب المصري، ويسقط الإرهاب. ونقف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء.